Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل العلم نورا ورفع أهله مكانا عظيما وقدرا جليلا. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين الذي لم يورث دينارا ولا درهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه فقد أخذ حظا وافرا. سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي المحترم، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية راعي الحفل، سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية المحترمة، وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، أصحاب السعادة، أصحاب الفضيلة، ضيوفنا الأفاضل، إخواني الخريجين والخريجات، الحضور الكريم، أعزائنا مشاهدي قناة عمان مباشر، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن خير ما نبتدئ به هذا الحفل البهيج كلام ترتاح العيون لقراءته وتطرب الآذان لسماعه، إنه كالبدر من حيث التفت رأيته يهدي إلى عينيك نورا ثاقبا كالشمس في كبد السماء وضوءها يغشى البلاد مشارقا ومغاربا. الآن مع تلاوة مباركة لآيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا الطالب إبراهيم بن جميل الرواحي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العظيم. حفلنا الكريم، إنه يوم ليس ككل الأيام وليلة لا تشبه الليالي، إنها أمسية تفيض فرحا وسرورا،
احتفاء بتخريج كوكبة جديدة من أبناء هذه الكلية المؤهلين للقيام بواجبهم الوطني بتميز مشهود وتفرد معهود، بعد أن لزموا قاعات الدراسة بكل صبر وانتباه لسنوات مضت رعتهم فيها الكلية أحسن رعاية وقدمت لهم كل العون الذي ساعدهم على التحصيل بكل جد واجتهاد، فها هي اليوم تودعهم وترجو لهم حياة عملية عامرة بالإنجاز والتفوق والسداد في ميادين العمل المختلفة. الآن مع كلمة الفاضل الدكتور عيسى بن سيف التوبي عميد الكلية بهذه المناسبة السعيدة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون، صدق الله العلي العظيم. الحمد لله على آلائه ونعمائه جل ثناؤه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوف المحترم وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية راعي الحفل، سعادة الدكتورة منى بن سالم القردانية المحترمة وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني، المكرمون وأصحاب السعادة الأفاضل مديري العموم ومديري المؤسسات الحكومية والخاصة، الأفاضل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، أبنائي وبنات الخريجين والخريجات، أولياء أمور طلبتنا والحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلنا الكريم مع تخريج هذه الكوكبة، فإن كليتنا تشهد تزايداً مستمراً في عدد الخريجين، حيث بلغ عدد خريجي هذه الدفعة 536 خريجاً وخريجة، منهم 309 لمرحلة البكالوريوس و24 لمرحلة الدبلوم المتقدم و203 لمرحلة الدبلوم في كل من تخصصات الهندسة، تقنية المعلومات والدراسات التجارية. ويعد هذا اليوم تتويجاً لما بذلوه من جهد طوال سنوات مضت لنيل المعرفة العلمية العالية والكفاءات التقنية والابتكارية المفيدة. جدير بالذكر إن كليتنا ولله الحمد قد أسهمت في صقل مواهب أبنائها الطلبة وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في المسابقات المحلية والدولية، فقد استطاعت أن تنال تمويلاً لثمانية مشاريع بحثية للهندسة وتقنية المعلومات، إضافة إلى أنها أحرزت جائزة أفضل مشروع بحثي في مجال الطاقة والصناعة للعام 2016 ضمن برنامج دعم بحوث الطلاب من مجلس البحث العلمي بعنوان بيوت الاستزراع السمك الذكية والموفرة للطاقة. كما تم قبول 4 مشاريع بحثية جديدة للتمويل من قبل مجلس البحث العلمي للأقسام الأكاديمية الثلاثة آنفة الذكر. ومما أثلق صدورنا تتويج طلابنا بالمركزين الأول والثاني في مسابقة المشاريع والتي نظمها منتدى الهندسة الإلكترونية بكلية الشرق الأوسط في مارس للعام 2016، إضافة إلى ذلك الانتساب إلى جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات IEEE في مايو 2016. وهذا النجاح إن دل على شيء فهو شاهد على كفاءة أبنائنا الطلبة بالكلية وكفاءة القائمين على توجيههم ومتابعتهم. وهذا لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة السعي الدائب للكليات التقنية نحو التطوير النوعي في مناهج وطرق ووسائل التعليم التقني لتضيف تخصصات ومؤهلات جديدة باستمرار حسب تجدد متطلبات سوق العمل، ومن ثم رفد سوق العمل بالأيدي العاملة الماهرة، وهو ما جعلها محط انظار مؤسسات القطاع العام والخاص تمده بالأيدي العاملة المدربة. أيها الحفل الكريم، أبناء الخريجين والخريجات، إنه لموقف كريم
يطيب لي أن أقفه أمامكم اليوم لأزف لكم خالص تهنئتي وتهنئة جميع الكادر الأكاديمي والإداري بالكلية لاستقبالكم ومشاركتكم في يوم تخرجكم وحصادكم لثمرة جهدكم لتكونوا على مقاعد التخرج وعلى أعتاب خدمة الوطن. إن يوم تخرجكم ليس نهاية مشوار العلم، بل هو تتويج لمرحلة دراسية مهمة، وهو بداية لمرحلة علوم ومعارف أخرى ستبدأ حالما تنخرطون في سوق العمل أو تندمجون مع متطلبات المجتمع. في هذه المرحلة الجديدة ربما ستوظفون بعض المعارف والمهارات التي اكتسبتموها خلال سنوات الدراسة، ولكنها ستحتاج حتما إلى مهارات جديدة، فإن رحلة تحصيل العلم مستمرة لتطوير قدراتنا وصقل مهاراتنا. لذا أوصيكم باغتنام الفرص لتوسيع مدارككم والرقي بمعارفكم لتحققوا مبدأ التعلم مدى الحياة، وحافظوا على ما اكتسبتوه من العلوم واستمروا على تطوير قدراتكم. أولياء الأمور الكرام، بوركة مساعيكم وبوركة بذلكم، فلكم مني خالص التهنئة وعظيم الامتنان لما أفنيتموه من أعماركم وما قدمتموه من تضحيات محبة وسماحة وحرصا على أبنائكم. فلكم اليوم أن تفاخروا بهم، كما أتقدم بجزيل الشكر للهيئتين الأكاديمية والإدارية على ما بذلوه من جهد للوصول لهذا الإنجاز العظيم، فهنيئا لكم ولنا أجمعين. في لحظات الإنجاز هذه فإننا جميعا نستشعر قيمة الوطن، فلنسمر عن سواعد الجد خدمة ووفاء لهذا الوطن الغالي، ولنشحذ الطاقات في سبيل بنائه والمحافظة عليه أبيا عزيزا. فليحفظ الله راية عمان عالية خفاقة تحت ظل القيادة الظافرة والحكيمة لصاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وختاما أتوجه لراعي الحفل والحضور الكريم بأوفر الشكر وأجزله على مشاركتنا أفراحنا بهذا اليوم الميمون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحضور المبجل يتنازع الخريج إحساسان جارفان، فرحة التخرج ومغادرة مقاعد الدراسة والإقبال على مرحلة جديدة، وهو إحساس رائع وجميل، والآخر فيه شيء من المرارة والحسرة على فراق أم حنون للوفاء لها في قلبه مكان، وهو يردد: ضعفت عن التسليم يوم فراقنا، فودعتها بالطرف والعين تدمع، وأمسكت عن رد السلام، فمن رأى محبا بطرف العين قبلي يودع. رأيت سيوف البين عند فراقنا بأيدي جنود الشوق بالحب تلمع. عليك سلام الله مني مضاعفا إلى أن تغيب الشمس من حيث تطلع. دعونا في هذه اللحظات الآتية نصغي إلى كلمة تعبر عن كل هذا، يلقيها الخريج خميس بن سباع الغافري. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام، محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه. ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة. سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي
وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية المحترم راعي الحفل سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني المحترمة أصحاب السعادة الأفاضل أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية ضيوفنا الكرام إخواني وأخواتي الخريجين والخريجات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الحفل الكريم يسعدني ويشرفني كثيرا أن أقف هذا الموقف معبرا عن فرحة وسعادة هذه الكوكبة التي تتألق في هذه الأمسية كفراشات تنثر الرحيق وكروانات تعزف أجمل الأناشيد وهي تكسو المكان والزمان بثياب البهجة والسرور إخواني وأخواتي انقضت سنوات الدراسة على عجل امتزج فيها التعب بالصبر والأرق بالعرق والأمل بالعمل ثم توجتم كل ذلك بالنجاح والتفوق وأنتم اليوم تحصدون ما زرعتم فالشكر أولاً وأخيراً لله الذي أمدنا بالقوة ثم بعد ذلك ننثر حلل الثناء على الأيادي البيضاء التي لطالما امتدت إلينا بالرعاية والعناية فالشكر لكل الأسر الكريمة والأساتذة الأجلاء وشكرنا موصول إلى الهيئة الإدارية بالكلية كما نتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لراعي الحفل والضيوف الكرام مددت إلى التوديع كفاً ضعيفةً وأخرى على الرمضاء فوق فؤاديه فلا كان هذا آخر العهد منكم ولا كان ذا التوديع آخر زادي وفي الختام أسأل الله أن يحفظ عماننا الحبيبة ويحفظ لها باني نهضتها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأدامه ظلاً ظليلاً وقائداً حكيماً والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ها هي اللحظات تمضي سراعاً ومعها يمضي قطار الأعوام فتنقضي تلك الأيام وهي حبلى بذكريات ستبقى محفورة في القلوب فكم من معالم في أرجاء هذه الكلية شيدها الخريج بعطائه المتميز وإبداعه المتدفق وتوجها بهذا اليوم المشهود فحق علينا أن نكرمه في يوم عرسه العلمي هذا وهو محفوف بموكب من الفرح غامر بين أهله وأصدقائه وأساتذته نستأذن سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوف المحترم وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية راعي الحفل في اعتلاء المنصة بمعية الفاضل الدكتور عيسى بن سيف التوبي عميد الكلية لتكريم الأوائل وتوزيع الشهادات على الخريجين وندعو الفاضل الدكتور أحمد بن علي الشحري مساعد العميد للشؤون الأكاديمية للمشاركة في تكريم أوائل الخريجين
أوائل الخريجين قسم الهندسة شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص ميكانيكا. عبد الله بن مسعود بن عويد الشريقي، أحمد بن سليمان بن سيف الهنائي، مستوى الدبلوم المتقدم التقني تخصص ميكانيكا، عصام بن لطيف بن غلام البلوشي، مستوى الدبلوم التقني تخصص ميكانيكا، إبراهيم بن سليمان بن خلفان الحرملي، علي بن عباس بن علي العجمي، قسم الدراسات التجارية شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص محاسبة، راشد بن محمد بن سعيد السعيدي، مستوى الدبلوم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية أيوب بن ناصر بن زايد الخنبشي، أوائل الخريجين قسم الهندسة شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص إلكترونيات واتصالات، إيمان بنت ربيع بن سلوم الهطالية، مها بنت محمد بن خميس اللواهية، أمينة بنت حمد بن سيف الدرمكية، مستوى الدبلوم المتقدم التقني تخصص حاسوب حنان بنت سعيد بن سليمان السعيدية، قسم تقنية المعلومات شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص شبكات، كوارا بنت ناصر بن سيف العبرية، وفاء بنت سعيد بن علي القلاعية، عايدة بن زاهر بن سيف الحمراشدية، تخصص الإنترنت والأمن الإلكتروني، مريم بنت مصبح بن محمد النيرية، رقية بن سالم بن محمد الجهورية، عفاف بنت غابش بن عبد الله البدرية، تخصص هندسة البرمجيات فاطمة بنت حمدان بن سيف الندابية، عبير بنت حسن بن سالم الحراصية، أميرة بنت محمد بن سالم الخميسية، أوائل الخريجين شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص محاسبة، ماجدة بن سيف بن مصبح المعولية، تخصص إدارة الموارد البشرية هاجر بنت محمد بن سليمان الجهورية، زينب بن سالم بن خميس الحبسية، خلصة بنت حمد بن ناصر الجابرية، مستوى الدبلوم التقني تخصص محاسبة، مزنة بن سالم بن مرهون الصبحية، زهرة بن ظاهر بن عثمان السيابية، بثينة بنت ربيع بن محمد السيابية، مستوى الدبلوم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية سميرة بنت عبد الله بن حمد الحسنية، وكلثم بنت هلال بن حمد المحفوظية،
نشكر الفاضل الدكتور مساعد العميد لشؤون الأكاديمية. الآن ندعو الأستاذة مونيا بنت محمد الفارسية مساعدة العميد لشؤون الطلاب للمشاركة في تسليم الشهادات. كما ندعو الأستاذ عبد الحميد بن حمدان الهنائي رئيس قسم الهندسة للمشاركة في تسليم الشهادات. قسم الهندسة شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص القوى الكهربائية عبد الله بن محمود بن منصور الحمداني. تخصص الميكانيكا محمد بن جميل بن حارب البلوشي. أحمد بن درويش بن موسى الفارسي. مروان بن قاسم بن محمد البلوشي. نوح بن عبد الله بن أحمد المجاني. عماد بن سليمان بن عبد الله البلوشي. حمد بن محمد بن حمود الذهلي. عمر بن علي بن سعيد البويقي. سيف بن علي بن سليم الجهوري. سليمان بن سالم بن صالح الشيادي. حميد بن راشد بن سالم السناني. عبد الله بن خميس بن سليمان الكيومي. لقمان بن خالد بن عبد الله الفوري. محمود بن عبد الله بن محمد الشندودي. مالك بن خلفان بن حمد الجابري. أحمد بن سعيد بن سيف الجابري. جمعة بن عبد الله بن سالم الحمداني. حمد بن خالد بن خليفة المسقري. أحمد بن مصبح بن محمد المسعودي. عوف بن عبد الله بن سيف العوفي. مازن بن جمعة بن موسى الخروصي. مازن بن سعيد بن حارب الصمصامي. حمود بن محمد بن ناصر الدهماني. داود بن محمد بن علي الصالحي. سلطان بن سيف بن عبد الله الشبيبي. معتصم بن حمود بن ناصر البشري. سيف بن خميس بن محمد الحجري. ساجد بن رفيق بن حبيب البلوشي. إبراهيم بن أحمد بن محمد الريامي. عبد الله بن درويش بن عبيد الميشاني.
محمد بن علي بن محمد المقبالي. أحمد بن حمد بن سليمان السالمي. منصور بن محمد بن سليمان السريري. محمد بن عبد الله بن سيف النعبي. سيف بن راشد بن عبد الله البلوشي. عاصم بن سالم بن جمعان المعولي. حاتم بن بسام بن عبد الكريم البلوشي. عبد الله بن سعيد بن مطر العبري. جابر بن محمد بن سيف الجابري. الوارث بن محمد بن شامس الرواحي. معاذ بن علي بن خلفان الحراسي. عيسى بن محمد بن عبد الله العويسي. محمد بن سعيد بن حميد الحاتمي. عبد الله بن علي بن عبد الله آل عبد السلام. علي بن سالم بن علي الجابري. سالم بن سعيد بن حمد الحمادي. عبد الحكيم بن ناصر بن سالم المشرفي. محمد بن خالد بن محمد الرجيبي. عبد الرحيم بن زاهر بن سالم الغافري. الحسين بن علي بن راشد الكلباني. خليل بن يوسف بن أحمد العوفي. خليل بن خلفان بن نافع الهطالي. حمد بن راشد بن علي الصالحي. مازن بن ناصر بن سعيد السعيدي. محمد بن أحمد بن محمد الهنائي. حسام بن علي بن مرهون الهاشمي. مصعب بن علي بن سليمان المياحي. أيمن بن سالم بن محمد البدري. أحمد بن حسن بن علي الصالحي. أحمد بن سليمان بن خلفان المياحي. سامي بن سهيل بن عبد الله الرشيدي. علي بن حبيب بن علي الفليتي. عبد الرحمن بن سعيد بن خلفان الذهلي. وشنين بن خليفة بن شنين الخروصي. تخصص إلكترونيات واتصالات، سعود بن سالم بن سيف الشقصي. إبراهيم بن حمد بن علي الصبحي. زيد بن محمد بن راشد البلوشي.
الحسين بن عبد الله بن صالح العريمي. سلطان بن سيف بن مبارك الصبحي. أحمد بن سيف بن بخيت النعيمي. أحمد بن سالم بن خلفان البوسعيدي. المنذر بن عبد الله بن ربيع الرمضاني. عبد الله بن خلف بن حمود الذهلي. مديم بن مصبح بن عبد الله الشكيلي. عمار بن سعود بن ناصر التوبي. عبد الرحمن بن سالم بن عبد الله القطيطي. ولؤي بن سيف بن محمد المعولي. مستوى الدبلوم المتقدم التقني، تخصص القوى الكهربائية، سليمان بن خميس بن سالم الغافري. وعبد الله بن حمد بن سالم الطارشي. تخصص الميكانيكا، بدر بن سعود بن زاهر الذهلي. ماجد بن سليمان بن خلفان الحاتمي. سالم بن عبد الله بن سالم الصباحي. نوح بن سالم بن سيف المسعودي. مرشد بن راشد بن صالح الشكيلي. صالح بن أحمد بن عبد الله الهاشمي. وإلياس بن محمد بن عبد الله الخياري. مستوى الدبلوم التقني، تخصص القوى الكهربائية، حمد بن فائل بن علي الطارشي. بدر بن سعيد بن خلفان الجابري. أحمد بن صالح بن خليفة الصالحي. حمزة بن مسعود بن عويد الشريقي. سلطان بن مسلم بن سليمان الصالحي. أحمد بن خميس بن سالم الصبحي. أسعد بن سعيد بن فاضل العامري. محمد بن سعيد بن درويش البلوشي. مازن بن محمد بن سالم اليحمدي. عباس بن حسن بن علي اللواتية. مقداد بن حمد بن علي الصالحي. نبهان بن محمد بن سليمان البيماني. حمد بن سالم بن خلفان البوسعيدي. علي بن ياسر بن ناصر الهطالي. راشد بن سعيد بن راشد المسعودي. تركي بن سليمان بن حمد الزعابي. نواف بن دعيق بن خليفة الشبيبي. محمود بن محمد بن سلام البحري. علي بن محمد بن علي العبيداني. إبراهيم بن سعيد بن حمد الصخبوري. هشام بن حسن بن سالم العجمي. عبد العزيز بن محمد بن أحمد الصباحي.
عيسى بن جمعة بن المر العبري. عمر بن سالم بن مصبح القليعي. حمد بن محمد بن سلمان الناعبي. مازن بن خميس بن علي السلماني. داود بن سليمان بن مسعود الرمحي. إبراهيم بن محمد بن سالم اللمكي. أحمد بن علي بن سالم السيابي. محمد بن حمد بن سعيد السعيدي. عبد الله بن حمد بن سعيد العوفي. ومنذر بن عبد الله بن هلال البحري. تخصص ميكانيكا، خليفة بن نصر بن غالب البوسعيدي. حمد بن خميس بن عزان الصمصامي. صقر بن موسى بن صقر الزعابي. حميد بن راشد بن حميد الحوسني. سعيد بن سيف بن حميد الغافري. طارق بن سعيد بن محمد الوهيبي. أمير بن عبيد بن عبد الله الريامي. هيثم بن عبد الله بن سعيد العبري. محمد بن يعقوب بن ناصر البحري. أحمد بن إبراهيم بن محمد العجمي. ناصر بن يحيى بن ناصر الربيعي. عبد الرحمن بن يعقوب بن عبد الله الهطالي. ناصر بن سالم بن سعيد العدوي. محمود بن خلفان بن ناصر العبري. الجلند بن أحمد بن سالم الذهلي. أحمد بن راشد بن محمد المعولي. سالم بن عبد الله بن بدر الحراصي. تخصص إلكترونيات واتصالات، علي بن محمد بن علي الرديني. خميس بن جاعد بن خليفة الرواحي. أحمد بن سيف بن محمد الفليتي. أحمد بن سالم بن علي المخمري. وائل بن سيف بن سليمان الصبحي. محمد بن خميس بن سعيد الجرادي. بدر بن عبيد بن عبد الله الغساني. أحمد بن مبارك بن أحمد العوفي. أحمد بن سالم بن حمد المشيفري. المهلب بن سعيد بن سالم الصبحي. علي بن سعيد بن راشد المويسي. وليد بن زايد بن علي اللمكي. محمود بن علي بن راشد المقبالي. يونس بن عبد الله بن راشد المزيدي. تخصص مسح كميات،
محمد بن حمود بن محمد البلوشي. ماجد بن خالد بن علي الحمادي. ليث بن عدي بن خميس الدهماني. أحمد بن مسعود بن سعيد الحكماني. محمد بن هلال بن سعيد السعيدي. مازن بن سيف بن عبد الله الهنائي. أحمد بن سليم بن سالم الرشيدي. سلطان بن سعيد بن ناصر الإسماعيلي. اليقظان بن سيف بن سالم البحري. علي بن خادم بن سالم الصالحي. سند بن راشد بن حميد الشكيلي. معاذ بن محمد بن فاضل الشرياني. عمر بن راشد بن سباع الرشيدي. طه بن محمود بن محمد الفارسي. تخصص الهندسة المعمارية. مهدي بن سعيد بن سيف الحمداني. عبد الله بن محمد بن مبارك البلوشي. موسى بن خميس بن زايد الغافري. علي بن محمد بن علي الغافري. إبراهيم بن عبد الله بن سليمان المجيني. هيثم بن نصيب بن خليفة القطيطي. علاء بن خادوم بن الماس السهدي. عوض بن سالم بن محمد الغافري. تخصص هندسة الحاسوب. محمد بن درويش بن صالح الفارسي. أحمد بن علي بن سليمان العجمي. عزان بن ناصر بن خالد الرشيدي. أحمد بن راشد بن خميس الجابري. منصور بن حمد بن سعيد البويقي. أنور بن عبد الله بن حمود اليحمدي. أحمد بن علي بن راشد الجهوري. حريمل بن سليمان بن حريمل الخاطري. وأحمد بن هلال بن محمد الرباعي. قسم الهندسة إناث. شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا. تخصص إلكترونيات واتصالات. فتحية بنت علي بن سليمان الفهدية. ريا بنت عابر بن عبد الله الحراصية. موزة بنت محمد بن علي العلوية. ريم بنت عبد الحكيم بن عبد الله البلوشية. فاطمة بنت عمر بن سعيد الشقصية. تهاني بنت علي بن عبد الله الحارثية. هيفاء بنت أحمد بن علي البلوشية. أماني بن سيف بن خميس البويقية.
ورحمة بنت أحمد بن سلمان الفارسية. مستوى الدبلوم المتقدم التقني تخصص إلكترونيات واتصالات ريم بنت جمعة بن عبد الله البلوشية. مستوى الدبلوم التقني تخصص إلكترونيات واتصالات سمية بن سليمان بن سعيد المعولية. تخصص مسح كميات ليلى بنت محمد بن راشد الخوالدية. وأحلام بنت محمد بن راشد المعمرية. تخصص الهندسة المعمارية رقية بنت ماجد بن سعيد البوسعيدية. تخصص الحاسوب هدى بنت خميس بن هاشل الزعابية. نشكر الفاضل رئيس قسم الهندسة. ندعو الدكتور جينانا راجيش رئيس قسم تقنية المعلومات للمشاركة في تسليم الشهادات. مستوى الدبلوم المتقدم التقني تخصص الإنترنت والأمن الإلكتروني سليمان بن حمود بن حمد النعماني. مستوى الدبلوم التقني تقنية المعلومات عبد الله بن جابر بن عبد الله العلوي. خليفة بن سالم بن سعيد الجديدي. عبد الرحمن بن سعيد بن سالم المياحي. ماجد بن رفيق بن حبيب البلوشي. عمار بن خصيف بن مبارك القاسمي. يوسف بن محمد بن عبد الله البحراني. أحمد بن خليفة بن سيف الغاربي. خلفان بن سعيد بن محمد المكتومي. تغلب بن يوسف بن سالم السيابي. الوليد بن خالد بن سالم الحسني. ويعقوب بن يوسف بن خاطر النوفلي. قسم تقنية المعلومات إناث شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص الشبكات سحر بن جمعة بن حمد البدرية. أصيلة بنت صالح بن علي السيابية. سهى بن سليمان بن سيف اللمكية. منى بنت محفوظ بن سليمان الناعبية. أفراح بنت خلف بن سليمان الحضرمية. بثينة بنت خميس بن حمد الحمراشدية. مريم بنت جعفر بن خميس العجمية. سلوى بنت سعيد بن خلف الذهلية. أفراح بنت محمد بن عبد الله الصالحية. عايدة بنت مبارك بن غابش المشيفري. عائشة بنت عبد الرحمن بن عبد الله الجزمية.
نصرة بنت سيف بن محمد الغافرية، هدى بن طالب بن ناصر الشكيلية، أمل بنت هاشل بن علي السعدية، وداد بنت ناصر بن راشد السلمانية، عبير بنت مطر بن سيف العبرية، وبدرية بنت مبارك بن خميس الحكمانية، تخصص الإنترنت والأمن الإلكتروني فاطمة بنت محمد بن يوسف البلوشية، أسماء بنت محمد بن علي القاسمية، آمنة بنت صالح بن علي البوسعيدية، مريم بنت حمد بن عبد الله السالمية، سونيا بنت حميد بن سالم الخروصية، وضحى بنت غريب بن محمد السعدية، عبير بنت خليفة بن مبارك العامرية، شيخة بنت خليفة بن علي الغافرية، عائشة بنت سالم بن سليمان المزيدية، سناء بنت سعيد بن سليمان العربية، سارة بنت بدر بن سيف الذهلية، جليلة بنت سالم بن نصير الشريانية، زينب بنت طالب بن عبد الرحيم البلوشية، عبلة بنت مرهون بن محمد المزينية، وأصيلة بنت صالح بن قيس الشيبانية، تخصص هندسة البرمجيات حنان بنت سالم بن عبد الله الفزارية، شيخة بنت علي بن ناصر العامرية، فاطمة بنت سعيد بن سالم الشيدية، منال بن طالب بن محمد العنبورية، فاطمة بن نصير بن مبارك الغافرية، أروى بنت سليمان بن عبد الله الخضورية، غالية بنت راشد بن سليم الطارشية، زينب بنت حمد بن سالم الصبحية، سمية بنت سليمان بن سالمين الخروصية، نورة بنت سعيد بن سيف الحمدانية، حنان بنت مالك بن خليفة الشكيلية، فتحية بنت خلف بن علي المعولية، هدى بنت سيف بن راشد المقبالية، أمل بنت حميد بن عبد الله الرمحية، زينب بنت سيف بن محمد المعمرية، فاطمة بنت سيف بن محمد الأحمدية، نادية بنت سيف بن راشد المقبالية، حليمة بنت خلف بن عامر الشريانية،
حليمة بنت صالح بن علي الشحية. سارة بنت سيف بن سعيد الهطالية. وحبيبة بنت خالد بن درويش الشكيلية. مستوى الدبلوم المتقدم التقني، تخصص الإنترنت والأمن الإلكتروني. عطية بنت صالح بن سعيد الشريانية. ومزنة بنت حمدان بن عبد الله الشكيلية. تخصص الشبكات، زينب بنت خليفة بن بخيت الرمحية. مستوى الدبلوم التقني، تقنية المعلومات، فاطمة بنت هاشل بن حمد الزعابية. إيمان بنت خلفان بن درويش العويسية. شيخة بنت جمعة بن سالم الحمدانية. أنوار بنت علي بن حميد العميرية. لبنى بنت ياسر بن حمود العبرية. زمزم بنت سيف بن سعيد الهطالية. عبير بنت علي بن ناصر الحسنية. بثينة بنت سعيد بن علي الحسنية. وعذاري بنت عياد بن باروت السليمية. نشكر الفاضلة مساعدة العميد لشؤون الطلاب والفاضل رئيس قسم تقنية المعلومات. الآن ندعو الفاضل حمد بن جمعة النعيمي مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية للمشاركة في تسليم الشهادات، كما ندعو الأستاذة نوال بن سيف الحسنية رئيسة قسم الدراسات التجارية لتسليم الشهادات. قسم الدراسات التجارية، شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا، تخصص إدارة الموارد البشرية، عبد الله بن أمير بن عبد الله المعولي. عبد الله بن حارب بن منصور الحضرمي. يحيى بن خميس بن راشد الخروصي. هشام بن محمد بن سالم الأغبري. يونس بن سعيد بن محمد الحساوي.
فرزدق بن فداء بن غلوم العجمي. عيسى بن إبراهيم بن غلام البلوشي. أحمد بن سيف بن حارب الحسني. سلطان بن حميد بن محمد الجهوري. ونوح بن سعيد بن سيف الجابري. تخصص المحاسبة: عبد الله بن حمدان بن عبد الله الرواحي. إبراهيم بن صالح بن محمد المندري. ماجد بن سالم بن سليمان المزروعي. محمد بن علي بن محمد اليحمدي. هشام بن محمد بن سعيد الهنائي. حمد بن ناصر بن سيف السعدي. سليمان بن ناصر بن سليمان اللمكي. سهيل بن خميس بن محمد السعدي. حمود بن ناصر بن سيف السعدي. حمود بن سعيد بن محمد المجاني. عبد الرحيم بن سيف بن صقر الشهومي. عبد الله بن راشد بن عبد الله الجهوري. خميس بن سباب بن خميس الغافري. سعيد بن علي بن راشد الغاربي. محمد بن أحمد بن عبد الله المجاني. سعيد بن طالب بن سعيد المعمري. محمد بن سعيد بن عيسى البلوشي. ومحمد بن خميس بن مبارك الشكالي. المستوى: الدبلوم المتقدم التقني. تخصص المحاسبة: عبد الكريم بن ناصر بن خميس الخروصي. المستوى الدبلوم التقني: تخصص إدارة الموارد البشرية، أحمد بن سالم بن سليم الهطالي. محمد بن صالح بالكلندر البلوشي. وعدنان بن صالح بن عيسى الشكالي. تخصص المحاسبة: مازن بن حمد بن سليمان السريري. سعيد بن راشد بن ساعد الخوالدي. وعمر بن محمد بن حمد القلنداني. تخصص التسويق: علي بن المر بن علي الصالحي. صالح بن نصيب بن الماس المسعودي.
إلياس بن يوسف بن سعيد العوفي. محمد بن سالم بن علي السعيدي. عبد الله بن خلفان بن سعيد الغساني. سامي بن سليمان بن علي العبري. موسى بن سيف بن سالم الجابري. محمد بن حمد بن بدر المعمري. وليد بن مرهوم بن سيف البسامي. ماجد بن مسلم بن سالمين الكيومي. خليل بن جمعة بن علي الخصيبي. سليمان بن حمد بن علي الحراسي. وحمود بن عبد الله بن ناصر الكيومي. قسم الدراسات التجارية شهادة البكالوريوس باعتماد الكلية التقنية العليا تخصص إدارة الموارد البشرية. نظيمة بنت أحمد بن مسعود الريامية. أميرة بنت عبد الله بن سالم الغافرية. جليلة بنت سليم بن سالم الحراسية. نوال بنت راشد بن سعيد الجهورية. بشرى بن سيف بن حميد الكيومية. ثريا بن سالم بن سعيد المخمرية. عفراء بنت عيسى بن شهداد البلوشية. سعيدة بنت علي بن حمد الحراسية. جليلة بنت علي بن سيف السعيدية. مروة بنت حميد بن علي المعمرية. نهلة بنت سعيد بن عبد الله الشكالية. زينب بنت صفر بن شامبيل بلوشية. نورة بنت ناصر بن علي اللمكية. فاطمة بنت سليمان بن سالم المخمرية. انتصار بنت محمد بن سليمان الذهلية. رحمة بنت خلف بن سيف الرواحية. انتصار بنت محمد بن مصبح الجهورية. مزنة بنت سالم بن علي السعيدية. بثينة بنت خميس بن ضاحي السعدية. سماح بن سالم بن حمود الشيذانية. أسماء بن سالم بن علي الغافرية. فاطمة بن سليمان بن مسعود الكندية. منال بنت ضويحي بن السينر النصيبية. هناء بنت سليمان بن نافع الهطالية.
أماني بنت ناصر بن عبد الله السعدية. خلود بنت سعيد بن سالم الخميسية. سامية بنت عبد الله بن حميد السلمانية. نورة بنت سعيد بن حمدان السعيدية. تهاني بنت ناصر بن محمد الصبحية. هدى بن جمعة بن راشد الغافرية. انتصار بنت سعيد بن صالح الغافرية. هبة بن زاهر بن سالم الجهورية. أميرة بنت مصبح بن السبع الشكالية. بسمة بنت علي بن سيف الجهورية. سامية بنت حمود بن خلف المعولية. حفصة بن صالح بن عيسى الفارسية. نورة بنت سعيد بن ناصر السعيدية. شمسة بنت راشد بن حميد المسعودية. رقية بنت خصيب بن ناصر المياحية. بسمة بنت محمد بن سليمان الذهلية. نوف بنت يوسف بن عبد الله الفاسية. حنان بنت محمد بن جميل الحمدانية. عزة بن سالم بن جمعة الهنائية. نورة بن ساعد بن سعيد الصولية. أميمة بنت إبراهيم بن حمود المعولية. ميمونة بنت مبارك بن حمدان الفهدية. سوسن بنت حميد بن المر الهطالية. آمنة بنت زايد بن خلفان الحاتمية. شمسة بنت يوسف بن محمد المزروعية. جواهر بنت راشد بن سالم المياحية. إيمان بنت حمد بن سيف الحمراشدية. نوف بن جمعة بن إبراهيم البلوشية. فاطمة بنت حمدان بن مهنة النوفلية. أمل بنت سعيد بن محمد الغافرية. فردوس بنت سرور بن سنور الهنائية. كوثر بنت عبد الله بن ناصر البحرية. سهام بن سيف بن سليمان الخضورية. نعيمة بنت مصبح بن علي المشيفرية. العنود بنت شيخان بن ماجد المعمرية. لبنى بنت يوسف بن علي السعدية. عايدة بنت خليفة بن شيخان المعمرية.
أمينة بنت خميس بن محمد البلوشية. أفراح بنت ناصر بن سليمان الجهورية. هبة بنت مصبح بن خميس السعدية. هند بنت يوسف بن علي المجانية. تسنيم بنت محمد بن سعيد الزجالية. عهود بنت عيسى بن ناصر السعدية. عبيدة بنت خلفان بن سعيد الخاطرية. ليلى بنت محمد بن حمود الغافرية. تركيا بنت عامر بن سالم الإسماعيلية. خلود بنت علي بن عبد الله الزجالية. أحلام بنت شيخان بن حميد الرمحية. زمزم بنت سعيد بن سالم النعمانية. سارة بن صالح بن راشد البلوشية. زوينة بنت سعيد بن خلفان المزروعية. ماجدة بنت سعيد بن خميس الصولية. أمنية بنت مهنا بن صالح المنذرية. أنوار بن طالب بن عبد الله الهاشمية. أسماء بنت علي بن عبد الله المجانية. وفاء بنت غالب بن خميس الدرويشية. ووداد بنت محمد بن عبد الله البلوشية. تخصص المحاسبة، رجاء بنت زاهر بن خلفان الحراسية. المياسة بنت حمود بن زايد المعمرية. إيمان بنت مسعود بن فرق السعدية. صفية بنت مبارك بن سالم القرينية. فاطمة بنت ظاهر بن عثمان السيابية. كوثر بنت سالم بن سعيد المعولية. عدوية بنت حمود بن زايد المعمرية. أزهار بنت أحمد بن حامد الناعبية. ابتسام بنت فريش بن محمد السيابية. موزة بنت سعيد بن حمد الحمدانية. مروة بنت يعقوب بن ساعد القهورية. هاجر بنت حمد بن ناصر العدوية. ميادة بنت خليفة بن راشد المعمرية. خضيرة بنت عبد الله بن سيف الطبرشية. ناهد بنت عبد الله بن سعيد الحضرمية. أمل بنت محمد بن حمود البلوشية. انتصار بنت علي بن سعيد الصبحية. آمنة بنت حمد بن خميس البلوشية.
محفوظة بنت منصور بن ناصر الجابرية. فاطمة بنت خميس بن سيف العوفية. أسماء بنت محمد بن ناصر البدرية. مروة بنت زايد بن سبيحان البدرية. موزة بنت سليمان بن حمود الفورية. يسرى بنت مبارك بن سويلم المعولية. بدرية بنت خميس بن علي السلمانية. ومريم بنت خلفان بن سيف الجابرية. المستوى الدبلوم المتقدم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية، مريم بنت خميس بن درويش الحمدانية. تخصص المحاسبة، عهود بنت مصبح بن سعيد البدرية. شيخة بنت خليفة بن سالم البلوشية. ومنال بنت علي بن حمد البحرية. مستوى الدبلوم التقني تخصص إدارة الموارد البشرية، أفراح بنت سالم بن محمد القرطوبية. مايدة بنت ناصر بن خلفان النعبية. ونوف بنت سهيل بن عبد الله الرشيدية. تخصص المحاسبة، نادية بنت العبد بن سعيد الشريقية. بدرية بنت حمد بن خلفان المعولية. منال بنت سالم بن حميد الغافرية. سامية بنت محمد بن حمود الذهلية. زهرة بنت سليم بن حمد الذهلية. سومية بنت عامر بن علي النعبية. سعاد بنت ناصر بن حمد المعمرية. سهى بنت قصيب بن زايد السيابية. خالصة بنت حمود بن السدير الوهيبية. أميمة بنت خميس بن علي الشكالية. موزة بنت حمد بن محمد الذهلية. تهاني بنت ناصر بن صقر المقبالية. بثينة بنت سيف بن سالم الشكالية. ورقية بنت علي بن صالح المعمرية. تخصص التسويق، إخلاص بنت ناصر بن حمد الحراسية. عائشة بنت خلفان بن سعيد الهطالية. ابتسام بنت صالح بن فاضل الشيادية. حنان بنت خليفة بن ناصر الهمامية.
نوف بنت سالم بن ناصر الحسنية. حنان بنت حمد بن مرهون الذهلية. عهود بنت سعد بن علي السعدية. سلطانة بنت خميس بن علي الشكالية. شيماء بنت خميس بن سالم المعمرية. حكيمة بنت سالم بن سويد الرواحية. وهاجر بنت ناصر بن سالم الهطالية. نشكر الفاضل مساعد العميد للشؤون الإدارية والمالية والفاضل رئيسة قسم الدراسات التجارية. الآن ندعو سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني لالتقاط صورة تذكارية مع راعي الحفل وأعضاء مجلس الكلية. في نهاية هذا الحفل البهيج لا يسعنا إلا أن نشكر سعادة الدكتور حمد بن سعيد العوفي المحترم وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للثروة السمكية على تفضله برعاية هذا الحفل. ونشكر ضيوفنا الكرام، والشكر موصول كذلك للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عمان مباشر لتفضلهم بنقل حفل تخرج طلاب الكلية التقنية بالمصنعة، متمنين للجميع ولعماننا الحبيبة الرفعة والتقدم والازدهار تحت الرعاية الكريمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. صحبكم في التقديم كلا من إسحاق بن يعقوب الحضرمي، أحمد بن سالم الشكيلي، بدر بن محمد الغداني، تقوى بنت حمد الخروصية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
صدقه. ضابطه؟ بسرعه.